النسر الذهبي أحد أكبر وأخطر الطيور الجارحة، يوجد في كل أنحاء العالم، في أوروبا، آسيا، أفريقيا والأمريكيتين. بنفس الوقت مصنف في الكتاب الأحمر كصنف نادر. اكتسب النسر اسمه بسبب لونه الأسود البني مع ريش عنق ذهبي. لهذا النسر حجم ذهبي يصل طوله لمتر واحد، وحجم جناحه من 60 إلى 70 سنتيمترا. لهذه الطيور مسافة هائلة بين جناحيها، تتراوح بين 180 سنتيمترا و 240. وبهكذا حجم تهاجم النسور الذهبية فريسة بأضعاف حجمها. إنها ببساطة قوية للغاية، لأنه يمكنها التحليق بفريسة تزن أكثر من 15 أو حتى 20 كيلوغرام. تزودها يديها بقوة